أهلا بيكم في الشارع الأبيض. دلوقتي تعالوا نروح لموضوع حلقتنا النهاردة في نهارك أبيض، واللي كان بيتكلم عن رسالة دعم لكوماندوز اليد وماذا تنتظر منهم في الموسم المقبل. تعالوا كده ناخد آراء جمهورنا على السوشيال ميديا ونبدأ بجو هشام. بشكرك يا جو وصباح الخير عليك. رسالتي ليهم ان دي رياضة، ممكن تكسب ماتشات وتخسر ماتشات وتكسب بطولات وتخسر بطولات، بس اهم حاجة نشتغل على نفسنا علشان اللي جاي من بطولات، وكمان كل لاعب من فريق كرة اليد القدم قدم اللي عليه في البطولة، والتوفيق بتاع ربنا بإذن الله القادم أفضل لنادينا العريق والمزيد من البطولات إن شاء الله. تحياتي ليكي ولأسرة البرنامج، بشكرك يا هشام. دلوقتي نروح لخالد، وصباح الخير عليك طبعا. بيقول أتمنى التوفيق بإذن الله لكوماندوز اليد في كل البطولات القادمة إن شاء الله، بس لابد من العمل والتدريب بجدية وبذل أقصى مجهود في اللعب، وإن شاء الله ربنا يوفقهم. صباح الخير عليك يا أحمد، كالعادة منورة قناتي، شكرا جدا جدا. وكمان هي دي الرياضة، دائما مكسب وخسارة، ياما فرحونا كتير ولسه هيفرحونا إن شاء الله. أتمنى ليهم التوفيق فيما هو قادم، زملكاوي وأفتخر. بشكرك جدا يا أحمد. صباح الخير يا أيمن، دعمي للكوماندوز بكلمة واحدة وهي رصيدكم عند جمهور الزمالك العظيم يسمح بدعمكم للأبد، فأنتم أبطال دائما وأبدا، والقادم أفضل إن شاء الله. على المسؤولين بالنادي دعم الفريق بصفقات قوية وتجديد الدماء، والبطولات جاية إن شاء الله. صباح الخير عليك يا أحمد، رسالتي لكوماندوز اليد هارد لك ليكم يا رجالة، احنا فخورين بيكم وعملتوا اللي عليكم وقدمتوا أداء جيد في ظروف صعبة، أداءكم طوال البطولة كان مشرف وقدمتوا مباريات رائعة، لكن قدر الله وما شاء فعل. الرياضة مكسب وخسارة، أهم شيء نتعلم من الأخطاء ونشتغل أكتر ونركز على الموسم القادم ونقفل صفحة البطولات.